حيا الله عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. لأن اليمن حاضرة الشعر برغم ما يكتنفها من وجع وعذاب، يرسل أبناؤها إليها قصائد مغلفة بالحنين تارة وأخرى بالعتاب، ويصنعون من الأمل باباً يدلفون منه إلى فجر لابد أنه آت وإن تأخر أذانه وموعده. ضيف بيت قصيدنا لهذا المساء هو الشاعر اليمني عذب الطلة واللغة والمعنى، الشاعر غالب صوفان. مرحبا بك سيد غالب، يا ابن اليمن السعيد والذي سيبقى أبد الدهر سعيدا ضيفا، حللت أهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا وحياكم الله، وهذا يشرفني. نحن أكثر شرفا وسعادة بتشريفك، ولابد أن تكون الفاتحة شاعرية. ماذا تريد أن تبدأ وكيف تريد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحب أن أشكركم في البداية على هذه الاستضافة الكريمة التي أتحفتمني بها، يعني حقيقة وكانت مفاجئة. وأنا من هنا أشكر الأستاذ خالد حميدان الذي اقترحني عليكم أو عرفكم بي أو عرفني بكم، فله جزيل الشكر من هذا المكان. يعني دائما نحن نحب أن نسلط الضوء على المبدعين، وإبداعك يتجلى في جميل يعني ما ستقدم لنا، ودعنا نرى باكورة ما ستقرأ علينا. والله لدي الكثير من القصائد حقيقة، لا أدري من أين أبدأ، لكن إلى أولهن إذن. كنت قد كتبت لكم بيتين على عجل وأنا في طريقي إلى هنا، أحب إذن هي جديدة. نعم هي جديدة، لا زالت مكتوبة، لا زال أخضر. يعني أي بحر أنت يا بيت القصيد، الله عن بيت تزهر القصيد. المعنى وتأتي بالمفيد، أي بدر منك هذا المصطفى قد تجلى في مساءات الجديد. يا رجل ها أنا قد جئت حرفا عاطرا أحتسي الدنيا وأدعو بالمزيد، جئت بي شوق وشعب طامح يصطليه العيش في صحراء ميدي، جئت والتاريخ نحكي قصة صاغها الآباء من شعب المجيد، نكهة البن اليماني في دمي، نكهة البن اليماني في دمي تغتلي شوقا إلى الفجر البعيد، حسب شعري أنني توجته روعة المعنى وأنغام النشيد، والأمان الخضر قد ضمختها قلبي المحزون في عصر الجليد، ها أنا قد جئت فاهتف يا ضحى رددي أيتها الدنيا نشيدي. رددي أيتها الدنيا نشيدة غالب. كانت هذه البداية، وأرجو أن تعذروني يعني لأنه لا كانت مشكلة على عجل. أكيد ما أجمله من نشيد وما أجملها من بداية، يعني تبشرنا بخير قادم في يعني إطار هذه الحلقة الجميلة بوجودك معنا. أستاذ غالب، لو أردت أن أسألك عن واقع الشعر اليمني اليوم، هل ترى أنه يتوافق مع الحالة الثورية القائمة أم أنه أقل مستوى من الحالة الثورية اليمنية؟ أنا أرى أن الشعراء قاموا بواجبهم، خاصة الشعراء الشباب فيما يخص فيما يواكب الثورة، نعم، والدعوة لها من وقت مبكر. يعني كان هناك شعراء يعني قد استبقوا الدعوة إلى الثورة على الظلم والثورة على الفساد والثورة على الواقع الذي لا يعني ينسجمون معه ولا يتطابق مع أحلامهم. لماذا لم ينسجموا مع الواقع؟ لماذا لم ينسجموا مع الواقع الذي كانوا فيه؟ لربما يقول قائل كنا بخير، كنا بنعمة، كنا كان يبدو لم نكن في نعمة. يعني صحيح أنه الآن الأحداث الذي جاءت فيما بعد يعني جعلتنا نبكي على الماضي، لكن كان ينقصنا الكثير. نعم. كان هناك أشياء يعني تنقصنا كثير. الشاعر لم يكن ينسجم مع واقع الجهل، مع واقع الفساد والتخلف الذي عانت منه المجتمعات العربية وعانى منه المجتمع اليمني على وجه الخصوص. لهذا كان صوت الشعراء عاليا وبدأوا الدعوة مبكرا، وكنت أحدهم يعني بلا ادعاء. اليمن كحالة ثورية وكغيرها طبعا من الدول التي قامت بها ثورات الربيع العربي، ما الذي كان ينقصها؟ وأنت قلت كان ينقصنا الكثير، ما الذي كان ينقصكم كشباب شاعر وكشباب يمني؟ كان ينقصنا الثورة على هذا الواقع الذي لا نرضاه، الله، ولا يرضاه المواطن العربي واليمني على وجه الخصوص كما قلت لك. لهذا يعني كان صوتنا عاليا في الدعوة إلى الانقلاب على الواقع الذي لم يكن ينسجم مع أحلامنا وتطلعاتنا كيمنيين. جميلة مفردات الصوت العالي، ما رأيك أن تأخذنا إلى أحد أصواتك العالية ونص هذا جديد؟ نص
طيب هذا عن الثورة اليمنية أكيد. نعم هذا نص تفضل. كنت قلته في 2007 بعد زيارتي الأولى إلى اسطنبول في عام 2007 إلى يعني هنا. قبل عصر الثورات بكثير. نعم نعم تفضل. ماذا قلت فيه؟ قلت كفى يكفي سخافة أو استنهاض يعني سميها ما شئت يعني. تفضل. من رصيف الشعر من رصيف الشعر من شعر الحصافة جئت أدعو كل أرباب الثقافة أصمعي القول أصمعي القول إلا أنني لا أجيد المدح في دار الخلافة خطفتني الجن في وادي القرى واسمعتني من أحاديث خرافة لست كهانا ولا بشعبة من جنون لا ولا أهوى العرافة آلمتني حال شعبي إذ غدا يوسفا ألقوه في جب المخافة آلمتني حال شعبي آلمتني حال شعبي إذ غدا يوسفا ألقوه في جب المخافة إيه؟ نصف قرن لم نجد من منصف والمدى أمدى ولم نقطع مسافة نصف قرن لم نجد من منصف نصف والمدى. قرن أو نصف قرن لم نجد من منصف والمدى أمدى ولم نقطع مسافة نحسب الأوهام من إنجازنا والليالي نكتسي منها صحافة الله. ثروة تروى ونفط في الدجا ما سمعنا في الوراء إلا اكتشافه فاستبقت الدرب أدعو من هنا الحقوا بالقوم في دار الضيافة فاستبقت الدرب لهذا أدعو. أقول لك أن الشعراء استبقوا يعني الدعوة إلى الثورة والخروج على الواقع فاستبقت الدرب أدعو من هنا الحقوا بالقوم في الله. دار الضيافة أين أنتم يا ضحايا ذلكم يا لئام الفعل يكفينا سخافة لكنهم يقولون إن السخافة ما زالت قائمة في اليمن لماذا؟ لأن وجوه السخف لا زالت موجودة وكيف السبيل إلى إنهائها أو إقصائها أو الوصول إلى مبتغاكم الذي ثرتم من أجله؟ بإزاحة هذه الوجوه السخيفة التي تعمل على بقاء هذا المشهد السخيف والفاسد ولا تريد أن ننتقل إلى مرحلة أخرى أو إلى واقع معيشي أفضل يعني هل الشاعر ينبغي أن يكون ثائراً بطبيعة ما يكتب؟ نعم إذا كان ليس شرطاً الشاعر يجب أن يكون ثائراً إذا اقتضى الواقع ذلك إذا كان يرى من الظلم والفساد وما ومن صنوف الشر والبلاء في المجتمع فيجب أن يكون الشاعر هل تحب أن يصنفك الناس اليمنيون والناس بشكل عام؟ هل تحب أن يسموك شاعراً ثائراً؟ أحب ذلك لكنك لا تسمي نفسك كذا لا أسمي نفسي لكن المجتمع يسميك ما شاء تؤمن بالثورة وشعرك هو ما من يعني يستوجب عليك إطلاق اللقب هل ترى أن شعرك وصل لمرحلة أنه يوطد لهذه الثورة أنا يمهد الدرب أمام من يحبون أن يدلفوا من باب الحرية إلى فجرهم المنشود شعري ويعني إن شاء الله يكون يعني شعراً أنا كما قلت لك تفضل. أتطفل على الشعر وإن كنت أقل شأنا عالية ولو لكن شعري يتسم بالثورية وبالنقمة على الواقع وبالنقمة على الظلم والفساد والدعوة إلى الخروج عن هذا الواقع هكذا في أكثر قصائدي يعني شعري ما بين السياسي والغزلي في بعده السياسي اتسم بهذه الصورة من الثورية ومن العنفوان ومن النقمة على الواقع خذنا إلى هذه الثورية من جديد ما رأيك؟ حتى نرى إذا فعلا كنت ثائرا أو أكثر ثورة لا أريد أن أقول شيئا غير ذلك نعم. هنا في نصيد تفضل تحليق في الغياب تحليق في الغياب غربي بالفقر عنا واغربي غربي بالفقر عنا واغربي وارحمينا تحت قصف الأجنبي طائرات الموت ها قد حلقت في سماوات الغياب ليعربي يا بلادي أي أقدار جرت باكتتاب الشعب للحكم الغبي هل ورثنا الموت عن آبائنا واكتسبنا الفقر من إرث النبي هل ورثنا الموت عن آبائنا واكتسبنا الفقر من بعد النبي قل لهذه أي مرسوم قضى أن نعيش الدهر أيتام الأبي والقيادات التي بالوهم لم تنتصر يوما بأرض الملعب قل لها يا شعب ما أعذارها أي عذر للشريك المذنب نعم. هل له عذر؟ ليس لهم عذر
أنا أرى أنه ليس لهم عذر، لأنه كان بإمكانهم أن يعملوا على تصحيح الأوضاع وعلى الخروج باليمن إلى بر الأمان، لكنهم لم يريدوا ذلك، ولهذا ظلينا في هذا المأزق التاريخي ندفع ضريبة باهظة من دمائنا ومستقبلنا ومصالحنا وأبنائنا. قد يقول أحدهم يكفينا حربا، ألا يمكن ترميم المشهد؟ يمكن ترميم المشهد باستيعاب الجميع. باستيعاب الجميع، نعم. التصالح والإرادة الحقيقية للبناء ستفضي بنا إلى واقع أفضل إذا أردنا ذلك، لكنهم لا يريدون ذلك، لهذا لابد أن يكون صوت الشعر عاليا وسيفا مسلطا على هذه الوجوه البائسة التي لا تريد لليمن الخير. إذا أنت مقتنع تمام الاقتناع أن الشاعر يجب أن يكون ثائرا؟ نعم، مقتنع. نعم. بذلك. نعم أقتنع، ويجب أن يكون الشاعر ثائرا. طيب دعنا نذهب أنا وأنت الآن لنتعرف على شاعر ثائر، ما رأيك؟ نعم. ليس شرطا أن يكون يمنيا بالمناسبة. ليس شرطا. نعم. إذا مشاهدينا الكرام، شاعرنا يقول إن الثورة قصيدة، وإن الشاعر ينبغي أن يكون ثائرا حتى تخلد قصائده ويكتب لها الخلود. مشاهدينا نذهب الآن وإياكم إلى فقرة شعراء ثائرون. لأمر ما تحيرت العقول، فهل تدري الخلائق ما تقول؟ تغيب الشمس ثم تعود فينا وتذوي، ثم تخضر البقول. طبائع لا تغب مرددات، كما تعرى وتشتمل الحقول. فسيان الجهول إذا تناهت به الأيام والفطن العقول. يزول الخلق طورا بعد طور، وتختلف الحقائق والنقول. فما جرت الظنون على يقين تفيء به، ولا صح المقول. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام، وضيف هذا العدد من برنامجكم بيت القصيد الشاعر اليمني الجميل غالب صوفان. سيد غالب، كيف لليمني أن يغدو غالبا في الأيام القادمة؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ اليمن كان غالبا وكان حاضرا في المشهد الوجودي ككل، وسيكون غالبا إذا تغلب أبناؤه على الأنانية وعلى هذه الأمراض التي أوقعت به في فخ وفي مأزق يمكن الخروج منه إذا أردنا وإذا تحررنا من أمراضنا ومن عاهاتنا السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية. إذا تحررنا من هذه الأمراض فنحن هنا قد أردنا أن يكون اليمن غالبا. من أي مدن اليمني أنت؟ أنا من محافظة ريما. كلمنا عن ريما، هذه المحافظة. محافظة ريما هي تقع في شمال غرب اليمن، كنا ضمن محافظة صنعاء، وكنا نتبع إداريا صنعاء وقضائيا الحديدة وعسكريا ذمار إلى عام 2014. في عام 2014 أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قرار بإنشاء محافظة ريما، محافظة مستقلة، وأصبحنا المحافظة الواحد. متى خرجت منها أنت؟ بعيدا عن هذه المعلومات التاريخية، متى خرجت منها أنت؟ خرجت منها قبل سنتين. يعني تحن إليها؟ أحن إليها وإلى كل اليمن. تحضر في شعرك؟ ريما تحضر في شعري، لكن لا تحضر ربما في القصائد التي بين يدي. تحضر في الدمعة أحيانا؟ تحضر في الدمعة. لماذا؟ والوطن دمعة حراء على خد الشاعر. ولماذا لا يكون الوطن شمس ربيعية على خد الشاعر؟ الوطن هو الشمس. أم أنه مقدور عليكم أن تكونوا بكائين دائما؟ إذا أصبح الوطن مريضا ومصابا ومعاقا
فلا شك أن دمعة الشعراء ستكون ساحة وستظل مدارة إلى أن يرقى جرح الوطن. ولماذا لا يتجاوز دورك مجرد الكتابة؟ ما الذي نفعله؟ هم الطبقة السياسية عندنا هي حالة يعني دون تأثير الشباب وخاصة المبدعين والمؤثرين من الشباب، وعملت على التفرد بأدوات القرار والتأثير السياسي في. لكن تأثير الشاعر حاضر. لكن تأثير الشاعر حاضر، والمجتمع اليمني مجتمع شاعري بطبعه وبروحه يعني، ولهذا الشاعر يؤثر وله تأثيره في المجتمع اليمني. حتى نصدق إذا كان الشاعر يؤثر وله تأثيره في المجتمع اليمني وفي مختلف المجتمعات بطبيعة الحال، ما رأيك أن نذهب إلى قصيدة الجديد؟ سنذهب إلى قصيدة كانت هذه قصيدة أو عبارة عن رسالة ثورية قلتها في عام 2004، أرسلتها للمعنيين بها. دعنا لا نريد أن نكون من المعنيين بها، ولكننا نريد أن نكون شهداء عليها. تفضل. ألا يا ليت، ألا يا ليت ما كانت وكنتم. عنوانها قبل. رسالة ثورية. رسالة ثورية. رسالة ثورية. ألا يا ليت ما كانت وكنتم، وليت الشعب لم يحكمه أنتم. أي. أعدتم صورة الماضي وعدتم، وتهنى في متاهتكم وتهتم. جميل. تحكمتم وحاكمتم وحكتم، وإن نحن احتكمنا ما احتكمتم. سمعناكم ولكن ما استمعتم. نصحناكم ولكن ما انتصحتم. وصادقنا وأنتم ما صدقتم. وأخلصنا الولاء فما وثقتم. وإن قمنا بإحسان أسأتم. وإن قمنا بإحسان أسأتم. الشعب لم يلقوا منه غير الجميل، لكنهم مع هذا لم يلق منهم الشعب إلا كل نكران. وإن قمنا بإحسان أسأتم. وإن قلنا لكم قلتم وقلتم. أعقتم سير نهضتنا وسرتم، وأكدتم سياسات اتكدتم، وعشتم تهدمون وكم هدمتم، لذا ضقنا وضاق العيش منكم. فإما تعدلون أو اعتزلتم، وإما ثورة أخرى ودمتم. لست ناقداً، دمت طبعاً، ودامت هذه الروح السيالة عطراً على وطن يتألم للأسف. لست ناقداً، ولكن يقولون إن الشاعر إذا اختار قافية ساكنة فهذا يدل على الكبت الذي يسكنه. ربما. هل هذا صحيح؟ صحيح. لذلك جاءت هذه مسكنة. القصيدة مسكنة. وكانت هذه في عام 2004، كانت دعوة إلى الخروج. هناك من يسمي الميم الساكنة أنها ميم الهم. ممكن. لماذا هذا الهم؟ ألا يمكن أن ينجلي من المشهد العربي ككل وليس فقط عن المشهد اليمني والصورة اليمنية؟ الهم كابوس مطبق على اليمني وعلى الوطن العربي يعني عامة بسبب هذه الأوضاع المتخلفة وأوضاع الحرب التي نعيشها. مشهد مؤلم يحضرك دائما كلما تذكرت اليمن، مشهد لربما كنت أحد تفاصيله أو كنت شاهدا عليه أو لربما كنت عنصره الأساس. ما هو هذا المشهد المؤلم الذي لا يمكن أن يشطب من ذاكرة غالب صفان؟ المشاهد لا زالت تترى حتى الآن يعني، والمشاهد كثيرة ولازلنا نعيش مآسيها. أريد شيئا لا يمكن لك أن تنساه حتى وإن كنت قد خبرت عنه من أحد. المشهد الثوري هو الحاضر في الذهن الشبابي أو الذهن العربي حتى الآن، ولا زال هو المتسيد يعني. و جرحنا أنه لم يستفد أو لم توظف دماء الشباب، ولم تستفد القوى المترهلة التي لحقت بالثورة على استحياء أو جاءت متأخرة، لم تستفد من الضغط الثوري الذي صنعه الشباب في الضغط على الأنظمة العربية الفاسدة وتحقيق أدنى متطلبات المواطن يعني من تحجيم الفساد وتحقيق الأمن. كان هذه النقطتين هما أدنى ما يريده المواطن. لم تستفد هذه القوى المترهلة من تحقيق هذين المطلبين. ماذا تعني القصيدة للشاعر غالب؟ القصيدة هي روحي، القصيدة هي صرخة، هي صوتي، وهي عصاي التي أتوكأ بها وأهش بها على طيب وجوه الفساد. هي باب هروب أم ملجأ أمن؟ القصيدة قد تكون أحيانا ملجأ، وقد تكون مهربا، وقد تكون رفيقا عندما تضيق بالواقع أو تشعر بالجفاء من أقربائك، لهذا تهرب إلى القصيدة. نعم. فالقصيدة تكون أحياناً رفيقة وفية، الشعر قد يكون صديقاً وفياً للشاعر،
ينادمه ويبث إليه همومه ويناجيه ويناغيه ويخفف عنه ما يلاقيه من ألم الواقع. يعني خفف عنا ما نلاقي من ألم الواقع بإحدى قصائدك الآن. لكن ألم الواقع متضمن في طيات القصائد. وإن يعني تضمنت قصائدك بعض آلام نعيشها، إلا أننا سنظل على أمل أن يكون القادم أفضل. هنا قصيدة كتبتها في عام 2011. نعم. في عام الثورة، بعد أن لحقت هذه القوى بالثورة كما قلت لك، ولم تستفد من توظيف المشهد الثوري. المشهد الثوري، وخاب رجاؤنا فيها، يعني أن أن تحقق تقدما أو نجاحا. ماذا قلت في ذلك الحين؟ فكتبت عنوان القصيدة. أحسست أن الثورة انحرف مسارها، فكتبت إليهم هذا العتاب. يعني قلت عنوان القصيدة وجوه الفجر الكاذب. وجوه الفجر الكاذب، هناك عنوان صادق، فجر صادق وفجر كاذب. نعم. فسميناها هكذا، وجوه الفجر الكاذب. أين كنتم يا ترى؟ أين كنتم يا ترى؟ هاتوا جوابا قبل أن تأتوا فسادا مستتابا، قبل أن تأتوا مهاريق القوى من مساءات التي ترجو متابا، قبل أن نرتد فيكم ثورة من أقاصي الجرح آهات غضابا. أين كنتم عن قضايا شعبكم؟ أين سافرتم وطولتم غيابا؟ أين كنتم حين شخنا في المدى نرتجي بدرا ونستجدي السحابا؟ حين أوقدنا رؤانا في الدجا واعتصرنا حزننا شمعا مذابا. حين أوقدنا رؤانا في الدجا واعتصرنا حزننا شمعا مذابا. أين كنتم حين كنا أمة سلم الأنذال مرعاها الذئابا، وابتنت سنحان فيها دولة أسست للقرد معنا واحتسابا، يوم كنا في الروابي زهرة ذلك المأفون وراها التراب. يوم كنا في الروابي زهرة. ماذا حصل بعد ذلك؟ ذلك المأفون وراها التراب. كم ترى أين الأماني عندكم؟ كم ترى أين الأماني عندكم؟ غير أننا قد وجدناها سرابا. كم أقمنا من صلاة بعدكم، شعبنا في الخلف يصلاها عذابا أو يصلاها عذابا. أيها الآتون من آلامنا، من سنين الجوع، من قهر الغلابة، يا شيوخ الصمت والفتوى التي شرعنت تجويعنا والاحتلابا، يا وجوه الشؤ، هل كنتم سوى في يد الفرعون سيفا أو حرابا؟ يا لصوص الفقه، ما بال النهى أبلغت دهرا ولم تبلغ نصابا؟ لا رفاقا قد وجدناكم، ولا دعوة الإخوان أعطتنا الجوابا. بئس ما كنتم ضجيجا كاذبا وانهزاما نخبويا وانتخابا. قد أتيتم بعد ماذا؟ بعدما ضاع نصف العمر فقرا واحترابا، بعدما بلقيس صارت عانسا والمنى في صدرها ماتت كعابا. قد أتيتم إيه، لكن بعدما مات مايو في مآقين اغترابا. بل أتيتم تسرقون ثورة صاغت الأمجاد لولاكم كتابا، أثبتت للشعب فعلا أنكم بغلة السلطان كنتم والركابا. دع حراميها لحاميها، فيا ضيعة الثورات تغتال اغتصابا. دع حراميها لحاميها. دع حراميها لحاميها، فيا ضيعة الثورات تغتال اغتصابا. هل تآمرتم على إجهاضها حين أعلنتم إليها الانتسابا؟ إيه. يا سجاحات السياسات التي آمنت بالشعب زورا وارتيابا، يا نهايات البدايات التي خاب فيها الظن بدءا والإيابا، يا قدام العصر والفكر الذي قد تقدمتم به والرأس شابا. ما لنا إن صاح فينا عاقل قال بعض القوم زيدها خرابا، لو عرفتم سر موسى في العصا. لو عرفتم سر موسى في العصا. لو عرفتم سر موسى في العصا. هذا إشارة إلى القوة، أنه يجب أن تستخدم أحيانا يعني، وأن التغيير لا يحدث بالسهولة. لو عرفتم سر موسى. لو عرفتم سر موسى في العصا، أو فطنتم تؤخذ الدنيا غلابا. إيه؟ البيت الشعري الذي قال: وما طلب الأماني وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. لو عرفتم سر موسى في العصا، أو فطنتم تؤخذ الدنيا غلابا، غادروا عنا جميعا وارحلوا، نبتني أحلامنا الكبرى شبابا. لكننا لن نغادر عنك ولا نرحل، ولن نرحل طبعا، متواصلون معك شاعرنا غالب صوفان، ولكن لابد من الخروج إلى فاصل الآن. طيب مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم، ولكن فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
مازلنا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، وضيف عدد هذا المساء من بيت القصيدة الشاعر اليمني الجميل السيد غالب صوفان. حياك الله سيد غالب مرة أخرى. حياك الله سيد غالب. القصائد من أجل الوطن تعيش، والوطن يؤسس في أرواح أبنائه حياة يتمنون أن تتحقق على الأرض. لماذا دائما نعيش الوطن فقط على الورق؟ متى سنعيشه واقعا؟ هذه أمنية نتمنى أن تتحقق يوما، ولا شك أنها ستتحقق مهما حالت قوى الظلام والشر دون تحقيق هذه الأمنية، إلا أننا يوما سنعيش الوطن بأحلامه وأمنياته وأغنياته. متى ستبدأ إرهاصات هذا اليوم وهذه الأمنية؟ ما نعانيه، ما نعايشه في الواقع أو ما نعاينه في الواقع، هو إرهاصات لمقدم هذا الزمان الجميل الذي نحلم به جميعا. هل الإرهاصات الواقعية التي نعيشها اليوم تخدم مثل هذا اليوم؟ نعم، وهي ضريبة لفترات سابقة ولتراكمات سابقة، لهذا كان لابد من هذا الزخم الحاصل الموجع اليوم، ومن هذه الآلام المثخنة يعني. وإن شاء الله سننتقل بعدها إلى واقع أفضل، وإن حالت قوى الشر لكننا ماضون، ومهما طال الليل سنظل على أمل بأن الشمس لابد قادمة، ستطلع الشمس إن شاء الله. خذنا إلى شمس قصائدك من جديد، حتى وإن كانت إلى نطفة قصيرة لا مانع. في نص هنا كتبته من أجل غزة في عام 2008، كنت هنا في إسطنبول وتفاعلت مع الموقف التركي الذي كان داعما ومساندا ومؤيدا للقضية الفلسطينية. تفضل. فقلت هذه الأبيات: عذرا غزة، عذرا عذرا إذا خفنا وغبنا عنك، فابكي علينا اليوم أو لا تبكي، قولي لأبناء العروبة دونكم قد ينصر الإسلام شخص تركي. بالأمس رب قريش بعد بعيره، واليوم مشغول بأمر البنك، لله أمر البيت يا عربا غدت تحمي محارم كرشها والملك، لله أمر البيت يا عربا غدت تحمي محارم كرشها والملك. وهذا مع الأسف نحن يعني عموما نتمنى أن يتحسن واقعنا العربي، لا نريد أن نكون متشائمين، ولكن التفاؤل سمة الشعراء. ما نعم رأيك؟ نعم. لماذا أنت متشائم يا رجل؟ لأنه شعر ثوري، لست متشائما بقدر ما، لكن الوطن بحاجة إلى المتفائلين. وليس هي لغة قوية وحاسمة يعني وحماسية، ولهذا قد تبدو قد توحي للمستمع أنها تحمل التشاؤم، لكنها ليست لغة تشاؤم بقدر ما هي لغة ثورية وحماسية تدعو إلى التفاؤل وإلى إلى رفض كل هذا الواقع المتخلف. ما رأيك أن نذهب إلى قصيدة وطنية لأحد الشعراء أنا وأنت الآن كاستراحة قصيرة؟ لا بأس. إذن مشاهدينا الكرام، ولأن للوطن حقا علينا، ينبغي أن نتوقف عند قصيدة للوطن. هل صار اللا معقول هو المعقول، واللا عقل هو العقل؟ سؤال تطرحه روح الإنسان المثقوبة بالخوف المنذورة للأحزان. هل صار الليل الضارب وحشته فوق الأرض سياجاً أبدياً؟ أم أن وراء الليل نهار وله فوق الأرض مواقيت وأوان؟ هي لحن غربتنا ولون حديثنا وصلاتنا حين المسرة والضجر، مهما ترام الليل فوق جبالها وطغى وأقعى في شوارعها الخطر، وتسمر القيد القديم بساقها جرحا بوجه الشمس في عين القمر، سيمسق الأعصار ظلمة يومها ويلفها بحنانه صبح أغر. إنا كسرنا وجه غربتنا وما أبقت ليالي النفي من زيف الصور، وتهشمت سفن الرحيل وأسلمت أنفاسها في حضن شاطئنا الأبر.
لا بد من صنعاء. يوما تغنى في منافينا القدر، لا بد من صنعاء وإن طال السفر. لا بد منها حبنا أشواقها تذوي حوالينا، إلى أين المفر؟ إنا حملنا حزنها وجراحها تحت الجفون فأورقت وزكت الثمر. صنعاء وإن أخفت على أحزانها، وإن أخفت على أحزانها حينا وطال بها التبلد والخدر، سيثور في وجه الظلام صباحها حتما ويغسل جدبها يوما مطر. أهلا بكم إلى الفقرة الأخيرة في برنامجكم بيت القصيد مشاهدينا الكرام، ونذكركم ضيف هذا العدد هو الشاعر اليمني الجميل السيد غالب صوفان. مرحبا بك مجددا. حياتي. سيد غالب، قبل أن أذهب إلى الشعر، الشاعر وكما أنه يسكنه الحنين إلى الوطن، لابد وأن روحه تحثه أحيانا على الكتابة العاطفية، الكتابة للأم، الكتابة للأخت، الكتابة للزوجة، الكتابة للحبيبة أيضا. كيف يحدث هذا؟ تجلياته في روحك. أنا كتبت عدة قصائد بالنسبة للحبيبة أو للوطن. أنا كتبت للوطن، وكتبت للحبيبة التي هي زوجتي، وكتبت العاطفة حاضرة. العاطفة ليس حاضرة فقط يعني. مشهد الحماسة والثورة والكلمات النارية والملتهبة. هناك قصائد عاطفية جميلة يعني، وأبدعت فيها ربما أفضل من القصائد الثورية يعني. نعم. ولعلي أسمعك. سنتركها مسك الختام ليس الآن عموما، لكن قبل ذلك نريد أن نذهب إلى نطفة قصيرة أو طقطوقة كما يسميها بعض الشعراء من الأبيات القصيرة قبل أن نذهب إلى الفقرة الختامية. هناك في نص سميته عن الوطن المراوح. الوطن المراوح كان بعد انتقالي من تعز، انتقلت من تعز إلى صنعاء أيام الثورة، ورأيت رسمت المشهد هناك في ساحة التغيير في صنعاء، وخرجت بهذه الأبيات. إلى الأبيات إذا. عن الوطن المراوح: ما بين الفرقة والقصر يبدو واقعنا المزري، شعب يغدو ويروح على وهم الثورة والنصر، وأرى الثورة واقفة في الدرب مراوحة الفكر، ثمة من يبتاع هنا وهنالك ثمة من يشري. آه لو سلمت منكم وسلمنا بعض الحمر، لرسمنا درب خطاها وزحفنا نحو القصر، لولا رجس مصالحكم سلبتها معنى الطهر، وحماقات قيادتكم سرقتها ضوء البدر، وإعاقات سياستكم كبحتها يوم الحشر، لرأيتم كيف ستردي بأفاعي ذاك الوكر، وكفيتم إسقاط نظام أضحية يوم النحر، وأطحنا ببقاياه ورميناها في البحر، وبلغنا حيث منانا وحسمناها في شهر، وأخذنا الكأس وفزنا قبل مباراة الدوري. جميل هذا الاستحضار لتفاصيل الثورة ويومياتها وحالات المد والجزر التي شاهدتها الساحة اليمنية. طبعا نحن في الفقرة الأخيرة الآن، وكما حدثتك قبل هذه الحلقة أنه ينبغي في الفقرة الأخيرة من بيت القصيد أن نتوقف مع كتاب. سنتحدث عن الكتاب، لكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى السادة المشاهدين. طبعا مشاهدينا الكرام، كما جرت العادة الآن إلى كتاب أعجب.
إذن وكما تعودنا مشاهدينا الكرام في الفقرة الأخيرة من برنامجكم بيت القصيد نناقش وضيف العدد كتابا ينصحكم باقتنائه وقراءته. سيد غالب، كتاب أعجبك تنصح به السادة المشاهدين، ما اسم هذا الكتاب وحبذا لو تقدم لنا نبذة قصيرة عنه؟ الكتاب عنوانه المصالح والمصائر صناعة الحياة المشتركة للفيلسوف علي حرب من لبنان، وهو كتاب في قمة الإبداع والإيجاز والإفادة. تراك يعني أنك قد أحضرته معك. أنا قد أحضرت الكتاب معي يعني. نعم. كانت هذه ربما الطبعة الأولى اقتنيتها. نعم. حدثنا عن هذا الكتاب، ما الذي أراد الكاتب أن يقوله لنا الكاتب علي حرب؟ أنا قد أسألك يعني ما الذي يحمله عنوان الكتاب؟ عنوان الكتاب واضح أن مصالحنا وإن اختلفت إلا أنه ينبغي أن يكون هناك وحدة بالمصائر، لأن بيننا مصالح مشتركة تجمعنا كبشر. نعم، فلسفة العنوان تكفي. نعم. المصالح والمصائر صناعة الحياة المشتركة، هذا هو عنوان الكتاب، وهذا يدل على عبقرية صاحب الكتاب أو المؤلف. نعم. لأنه العالم الآن يتقاتل من أجل المصلحة ومن أجل البقاء، وهذا هو المأزق الذي نعيشه في اليمن وفي الوطن العربي وفي كثير من البلدان. فهذا هو المأزق الذي يعيشه العالم والمجتمعات العربية، لكنه أيضا في وضع المخرج وهو صناعة الحياة المشتركة. والكتاب بجملته هو دعوة أو دعا فيها الكاتب إلى كيف نعيد يعني قواعد التفكير وآليات العمل من أجل تحقيق حياة مشتركة ونبذ ثقافة التطرف والإرهاب والإقصاء، وكيف نتفاهم أو نصل إلى رؤى مشتركة ندير بها حياتنا ومصالحنا المشتركة. نعم. هذه خلاصة الكتاب، والكتاب مهم جدا حتى في مفرداته وفي توصيفاته، يعني يليق بالشباب العربي أن يقتنيه وأن يقرأه. المصالح مختلفة بطبيعتها وكذلك المصائر، لكن يعني الكاتب أسس لفكرة صناعة الحياة المشتركة حتى وإن كانت المصالح والمصائر مختلفة. نعم. لكن لفت نظري في الآن هذا تشابكت الكتاب. المصالح والمصائر في هذا الزمان بفعل التقارب الجغرافي. نعم. تشابكت المصالح والمصائر، وأصبح مصير اليمن نفس مصير السعودية ونفس يعني تشابكت حتى المصالح. الآن أمن اليمن يهدد أمن المنطقة ويهدد أمن العالم، وهكذا العراق تأثيراته. نعم. والقضية السورية تأثيراتها. لكن دعنا يعني نعود أو نذهب إلى عمق الكتاب. وجدت أنه ما بين السطور الكاتب علي حرب اعتمد فكرة المصطلحات، يعني تجد بين السطور وهو يكتب في فقرة معينة أن هناك مصطلحا ما يبرزه بخط مختلف وبشكل أكبر، وكأنه يريد أن يقول للقارئ توقف هنا، أليس هذه كذلك؟ من إحدى إبداعاته، هو يعني عنده مصطلحات جديدة وتعريفات جميلة جدا، يعني هو أضاف في هذا الكتاب، أضاف للفكر العربي وللعقلية العربية. مرة ثانية للمشاهد العراقي والمشاهد العربي الذي يتابعنا، لو تخبرنا عن عنوان هذا الكتاب واسم مؤلفه. المصالح والمصائر صناعة الحياة المشتركة، هذا هو عنوان الكتاب، والمؤلف هو الدكتور الفيلسوف علي حرب. إذن مشاهدينا الكرام، الدكتور الفيلسوف علي حرب صاحب كتاب المصالح والمصائر صناعة الحياة المشتركة، هو الكتاب الذي ينصحكم به شاعر هذا المساء من بيت القصيد. وبالعودة الآن إلى نص ربما يكون الأخير، ونريده أن يكون نصا فيه من المرونة وحسن الختام ومسك الختام ما فيه. ما رأيك أن نذهب إلى الكؤوس المشتهى، أو كيف هي ماهية الكؤوس التي تتخيلها؟ لنذهب يعني أصبح من الضروري علينا أن نخرج من الجو الثوري، وهذا النص كنت كتبته في القرية. نعم. كان في أيام العيد ومع المشاعر الحية التي يخلقها العيد، وكنت بعيدا أيضا عن شريكة الحياة، كانت في صنعاء وأنا في القرية في زيارة أبي وأمي وإخواني. إذن في النص حنين للعائلة، فكتبت هذه الأبيات. ماذا قلت؟ فيوض المشتهى، هاتي كؤوس المشتهى ودعيني أطفي عذاباتي ونار حنيني، لا تتركيني في متاهات الهوى مستوحشا في غربة المسكين، يكفي فؤادي ما يقاسي من جوى وبه من الأشجان ما يكفيني، وأنا أسير الصمت منكفئ على جرحي وأطيار المنى تدعوني، يا قبلة الأولى التي روحي بها سكرى وذكرى سحرها يغريني، ورشاقة البدر التي كم راقصت
حركاتها في القلب ليل سكوني، إني وهبتك مهجتي ومشاعري وخواطري ودفاتري وفنوني، وزرعت في خديك أزهار المنى وسكبت في عينيك ضوء سنيني. بيني وبينك لوعة لا تنتهي ومشاعر ذابت وراء جفوني، ولنا مع الأيام بشرى موعد تطوي المسافات التي تطويني. ولنا مع الأيام بشرى موعد تطوي المسافات التي تطويني. ونتمنى ألا تطوى شاعرا مجيدا رائعا، يعني تبدع في شعر الثورة وفي شعر الحب والحياة أيضا. لابد أن نتوقف الآن عند كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء توجهها إلى اليمن الذي تحب، كلمة للتاريخ، ماذا يمكن لغالب أن يقول؟ أقول لإخواني أنه كفانا صراع، كفانا خراب، كفانا دمار، كفانا تدمير للذات اليمنية، كفانا تدمير لوحدتنا الوطنية، كفانا تدمير لعلاقاتنا الاجتماعية. يعني نحن نعيش في حروب وفي صراعات متتالية منذ أن أعرف نفسي. أنا ولدت في وسط الحرب، يعني خلقت بين الشظايا والرصاص وحتى الآن ولا زلنا نعايش الحروب والصراعات. فيكفي، ألا يكفي يعني إلى أن نستقر، إلى أن نتآخى، وإلى أن نتصالح، وإلى أن نخلق لغة مشتركة ونتفاهم كيف ندير مصلحتنا الوطنية وكيف ندير حياتنا المشتركة وكيف نؤسس لأجيالنا ولأبنائنا من بعدنا حياة طيبة هانئة، ولا نترك لهم هذه الذكريات السيئة التي ستكون لعنة في حق من تسببوا في هذا الدمار وفي هذا الخراب. علينا أن نتقي الله. أقول لهذه للمعنيين أو لأصحاب الأمر، عليهم أن يتقوا الله وأن يتقوا الله في وطنهم. نعم. وأن يعملوا على إعادة اللحمة الوطنية والنهوض بهذا المارد التاريخي الذي طال غيابه وطال ركوده طوال هذه السنوات بفعل هذا التشظي وبفعل هذا الانقسام وبفعل هذه الأنانية. لكن اليمن سيبقى سعيدا رغم كل شيء، ومع هذا سيبقى سعيدا، وإن شاء الله نحن والفجر على موعد. شاعرنا اليمني الجميل غالب صوفان للأسف حطت رحالنا عند هذه اللحظات وانتهى وقت البرنامج، لربما تتسع الأيام القادمة حتى نستضيفك مجددا. أشكر لك تشريفك إلينا. شكرا لكم وشكرا لقناتكم الكريمة. أشكرك. طبعا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عدد هذا المساء من بيت القصيد. الأسبوع القادم يتجدد لقاؤنا وإبداعات جديدة. إلى اللقاء.